حياتي بتنتهي والجدار ما زع داري لنصين وهيو بنبني وشعبي بالتلفزيون ملتهي وزيك انه في ساحر بتراثي قاعد بخفي والحكومة الموجودة هون لصن حقوقي عاملة على غسيل دماغي وعايشة بس على الرشاوي فصفت مع حالي انا على اليمين لفكر اذا الموسيقى الثورية في امل انه الشعب تغير مستغرب كيف الاب تغرب وبحكي الغربة وسخة وبرجع بربي ابنه على نفس الفكرة خد شهادة جامعية ضب شنط يابا واطلع لبرا بالكروبا وفرت معونة افضل لنا اكيد خلني اسرح وامشي لحالي واقطع الطرق بلكي ريحت بالي زقت من اعمالي لجبالي مشاكل وطلع عند اهلي فاشل ما في عندي وسائل تخليني متكامل فما الك عند ربي انا الوجات لحب وطن شكله مش لإلي فحبيت انسان لا تعيش معي بمستقبلي وليش الحلو زي كل مره ببساطه بنجلي ليش الحلو زي كل مرة ببساطة بنجلي فشكلي أجيب أجلي بشكوش وبمنجلي لأن المجتمع بيخزي ومش حابب يتعلم الموت صار أرحم دام الصوت عم بتكتم والفكر اللي بنتشر كله صار مسمم Minority ترابية من دمشق لعمان ولسه الوقت بيمضي ولسه الوقت بيمضي